اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده على طريقه الامهات في المكسيك. عايزين نروح المكسيك معانا الشيف المغازي من شاشه القناه الاولى، بنطير على المكسيك. عايز نروح ايطاليا، بنطير على ايطاليا نجيب الاكلات. عايز نروح على السعوديه نعمل عمره والاراضي المقدسه، تحية كبيرة للشعب السعودي، نجيب الأكلات العربية. أهلا وسهلا كل الدول العربية. ولكن النهاردة في المكسيك إخواننا دولت لهم طريقة كده في الأكل بتبقى شوية مختلفة، ولكن هي برضو الفراخ، هي برضو الذرة، الرز، ما فيش حاجة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى عادل في سواسية البشر مع الحاجات الجميلة الحلوة، إذا كان فراخ الحاجات اللي بنستمتع بيها مع كل البشر على الكرة الأرضية. فراخ مفرومة هنعملها كفتة مكسيكي. ليه سموها مكسيكي؟ لان بيخلشها شويه فلفل الوان، بيخش لها التوست المنقوع في الحليب، بيخش لها رقائق الذره الهشه، ممكن نحط لها فاصوليا حمراء، كل ده مخلوط بالدجاج المفروم، عشان كده خدت اللقب المكسيكي. مع توابل التاكو اللي هي بتتصدر طبعا المطبخ المكسيكي، يعني زي السبع البهارات اللي موجوده عند العطار عندنا في وسط البلد. التوابل التاكو دي هنعمل طبق رز مكسيكي النهارده، الرز البسماتي الجميل بخلطه التاكو اللطيفه الحلوه، تاكل صوابعك وراها لطريقه كده مميزه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اخواننا في المكسيك برضو مشهورين بان يعملوا الفاصوليا الحمراء، احنا نحب الفاصوليا البيضاء هنا مع اللحمه مع الطماطم، هم عاشقين للفاصوليا الحمراء مع الذره الصفراء، سلطه داخلها افوكادو بقى، داخلها الطماطم بالكزبره. على فكره في المكسيك عشاق للكزبره الخضراء، ما يحبوش البقدونس، احنا نحب البقدونس، نحب الكزبره، نحب الشبت في المحشي، هم يعشقوا الكزبره الخضراء. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده، وانا النهارده قاعد في المكسيك بستمتع مع الطعم المكسيكي من الفلفل الالوان، التاكو، التورتيلا، الفاهيتا، الحاجات دي كلها وتفاصيلها. فاللي عايز سؤال في المطبخ المكسيكي انا جاهز. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل المطبخ المكسيكي. احنا دايما لما نقولك هنخش المطبخ الطلياني، مكسيكي، هندي، برازيلي، ياباني، صيني، هو الماتيريال واحد. تعالوا نشوف مع بعض كده الاساتذه المصورين وفرسان التلفزيون المصري والاخراج. ذره صفراء موجوده في اي سوبر ماركت، طماطم من خير ارضنا بنقطعها كريات صغيره، كزبره خضراء ريحتها رهيبه، احلى كزبره خضراء، معانا التوست بتاعنا في الحليب منقوع، شويه رز بسمتي زي الفل، فاصوليا حمراء، فلفل الوان، دجاج صدور فرمناه مفروم ناعم عندنا، ورقائق الذره اللي هو الكورن فليكس ده طحنينه عادي خشن معانا كده، هنعمله دلوقتي مع الكفته المكسيكي بطريقه كويسه. والثوم والبصل ده في اي مطبخ في كل دول العالم، ويا سلام لما يكون البصل المصري ولا الثوم المصري، لا يعلى عليه. هنبدا بيها يا استاذ رحاب بعد اذنك، الكفته المكسيكي بالخلطه المكسيكي بالتاكو، المقادير على الشاشه. دجاج مفروم، رقائق ذره، توست منقوع في حليب، شويه توابل من خلطه التاكو، هي دي التوابل، وطماطم وكزبره خضراء، بهاراتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا. حلو الكلام؟ تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا. أول حاجة هنخلط البقسماط أو التوست أو العيش الفينو اللي عندك في شوية حليب كده، ويبقى معانا بالشكل ده كده. أهو هنعصره من الحليب كده. المقادير اكتبيها تاني معلش. معانا توست حطيناه في شوية حليب. معانا اتصال على السوشيال. والمقادير موجوده على السوشيال ميديا عشان اللي قاعد في مكتبه، اللي قاعد في الشغل دايما يسالوني يا شيف مغازي هو البرنامج بيجي الساعه كام؟ بنشوفك الساعه واحده كل يوم على القناه الاولى والفضائيه المصريه اللي متشافه في كل الكره الارضيه. ده توست متقطع شرايح، صفيته من الحليب، حطيته كده. حلو قوي. ونشيل الحليب ده على جنب ونجيب الكسروله الحلوه دي كده ونخلط دول كلهم مع بعض. ينعم معانا. حلو خلاص كفايه وكده. ناخد الدجاج المفروم ده كده نسقطه هنا كده واحده واحده كده بقى عشان ايه؟ الموضوع ده مهم، نشوف اخواننا المكسيك ايه ثقافتهم في الاكل. الموضوع بسيط خالص. دي دجاج
فرمناه في الكبة برضو صدور. نعم ينفع لحمة مفرومة، تجيب حتة لحمة مفرومة هبرة بنفس الطريقة. هنشيل الفراخ ونحط اللحمة بنفس التوابل. هناخد التوست اللي أنا فرمته ده كده، أسقطه على الفراخ وبراحة كده علشان إيدك ما تتعورش. حلو الكلام. بنفس الكبة يا شيف. حلو. هاخد فلفل ألوان من اللي موجود عندي ده كده، مهم جدا وانت شغالة في المطبخ تروقي الدنيا كده. فلفل حار اخوانا المكسيك اهو، ده فلفل حار بنسقطه هنا كده. بصلايه كده مفرومه ناعم اهي، مش تاخد مننا وقت في الفرن. معانا من التوم شويه برضو مفرومين ناعم، الخلطه دي كده توم وبصل مفروم ناعم. حلو الكلام. السكينه بتاعتنا، الفلفل الاحمر الحلو ده كده. انا عايزك تعملي الكفته دي النهارده، ما فيهاش تكلفه ولا حاجه اهي. هتجيب صدر فراخ تفرميه، تعمل الخلطة اللي أنا بعملها دي كده. ده فلفل رومي زي ما هو كده، طبعا أنا بقطعه بالسكينة عشان ينزل على المفرمة يتفرم بسرعة، ما تكسرش السكينة بتاعت الكبة أهو. ناخدهم زي ما هما كده. حلو. معانا حتة فلفل أسود برضو كده جميلة، أصفر سوري أهو، مش هحط فلفل أخضر، أنا عايز الأحمر والأصفر بس كده. فيها مطبخ المكسيكي يعني فلفل الوان بتلاقوه دايما موجود. شايف الروزماري ده كده قطعته كده وانا واقف، ده روزماري. وناخد الخلطه دي كلها مع بعضيها. الكلام ناخد الخليط ده كله مع بعضه، ننزل هنا على وش الايه الكفته بتاعتي. كزبره خضراء اهي، قلت لحضراتكم ان اخواننا في المكسيك عاشقين للكزبره الخضراء، عاملين كده زي اخواننا اللبنانيين عاشقين للزعتر والريحان وزيت الزيتون. ناخد الكزبره الخضراء دايما في المطبخ الطلياني تلاقي زعتر ريحان، زعتر ريحان، المكسيك كزبرة خضراء. نفرمها ناعم بالسكينة كده. طبعا احنا الكفتة بتاعتنا ما بيخشهاش كزبرة خضراء، شوية شوية بقدونس. الخلطة دي كلها مع بعضها. تاني حطيت ايه يا شيف؟ تاني رقائق التوست او العيش الفينو بتاعنا بتاع السندوتشات بتاع الولاد، جبناه حطيناه في شوية حليب نعناه 5 دقايق، صفناه من الحليب حطيناه وفرمناه ناعم. حطينا الفراخ بتاعتنا، حطينا تشكيلة من الفلفل الألوان فرمناها ناعم، حطينا شوية رقائق ذرة من اللي موجودة معانا، حطينا البصلة الناعمة والتومة في الخلطة بتاعتي في البداية. طب شوف بعمل ايه دلوقتي؟ أنا هنا بحط توابل التاكو اللي أنت بتحطه ده يا شيف مع بعض. حطيت بابريكا، كمون، شوية توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود. بس هو اسمي هو بس هي توابل عادية خالص يعني، بس بما ان احنا في المكسيك خلونا ايه ندلع المطبخ المكسيكي. شوية الزعتر توابل والمعالق الخشبية والجو بقى اللي حضراتكم عارفينه ده كده برضو بياخد ايه الجو. شوية الملح التمام، خلص الكلام. نقلب الخلطة دي كلها بإيدي وحياة عيني. طعمها طبعا هيكون اكيد، احنا عارفين الكفته بتاعتنا حته من وش الفخده دوش يا باشا، وفرمها وتديها عصير ميه البصل وتبقى زي الفل. طبعا كفته الحاتي بتاعتنا دي بتيجي الدنيا تاكلها كلها في مصر، ولكن شايف الطعم ازاي مختلف هنا والشكل مختلف. طبعا وجود التوست هنا اللي انا نقعته في الحليب قبل ما تبدا الحلقه هو اللي عمل له قوام، وهو هنا العضلات، وهو هنا
رابطة الوصل ما بين كل حاجة أنا حاططها. ركاك الدورة هنا دورها قوي جدا، وأنا باكل الكفتة دي أحس بقرشة كده تحت سناني. حطوا لها شوية كمان ركاك الدورة. وقلبها. الله. طب دي تستوي ازاي يا شيف؟ نشكها على سيخ نفرتها كبه بالصينيه زي اخواننا الشوام واللبنانيين والسوريين. لا نحطها في صينيه لا خالص. شوف انا اعملها ازاي دلوقتي. زي ما هي كده. اقلبها كويس. حلوه. واخد طبطب عليها كده واجيب بقى طبق التقديم. بايركس ازاز، اللهم صل على النبي. ونحط في البايركس ده يا عم الشيف قليل من زيت الزيتون. حلو قوي. ويبقى نزود بقى ايه، عود روزماري حلو كده. عود زعتر حلو كده. لما يجي بقى الفليفر مع الزعتر والريحان ده والصدمه الناريه الحلوه، اكيد زيت الزيتون طعمه اتغير. قرن الفلفل الحلو ده كده، وناخد الكفته بتاعتنا دي كده اهو ونكورها بالشكل ده كده. خلي بالك وانت بتكور الكفته يكون كلها حجم واحد. علل ولماذا؟ عشان لما تستوي كلها تبقى كلها سوا واحد، ما تبقاش واحده محروقه وواحده لسه ما كملتش سواها. تاني، وجود التوست المنقوع في قليل من الحليب وتصفيته قبل ما نخلطه مع الفراخ مع رقائق الذرة اللي هو الكورن فليكس اللي احنا فرمناه في الكبة، كل ده طبعا بيديلي طعم وتيست تاني خالص للكفتة بتاعتي اللي هي من المطبخ المكسيكي. اخواننا في المكسيك بيتابعونا دلوقتي، سامحوني اذا انا ضفت الطعم المصري وخفة الدم المصرية والشقاوة المصرية للكفتة بتاعتكم عشان بنحبكم. ممكن نطلع فاصل يا شباب؟ طيب خلينا نطلع فاصل صغير، واحنا ما زلنا في المكسيك هنجيب سلطة مشهورة هناك جدا، سلطة الفاصوليا الحمراء بالذرة. هنشوف نعملها ازاي مع طماطم وكزبره، وما ننساش الرز بتوابل التاكو. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية بتاعت الشيف المغازي، الكفتة من المطبخ المكسيكي فيها شوية غلبة كده. طبعا أنا كورتها وعملتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة اللطيف الجميل الحلو ده كده. تعالوا نعمل التركية بتاعتنا سريعا كده. شوية زيت حلو. نحط على الزيت ده شوية، فاكرين الصلصة اللي أنا ضاربها في الكبة اللي هي الفلفل الألوان الأحمر والاصفر مع التومه مع بصله ناعمه مع توابل التاكو. باخد كده معلقه صغيره واقلبهم كده مع الزيت ده كده، وبالفرشاه. الموضوع هنا مختلف. الموضوع هنا حكايه يا عم اشرف اسكندراني. لسه ما خلصتش. درجة حرارة الفرن عندي 180. التركية دي مهمة جدا. وجود الزيت. الكلام الحلو ده يا استاذة رحاب بيدي طاقة إيجابية للعمل بكفاءة عالية. هناخد الكفتة دي يا عم الشيف وعلى فين؟ هي لسه استوت يا فاروق؟ تقول لي تجيبها على الكنترول. هي لسه استوت؟ تتحط في الفرن؟ لا. طب ده حلالي يعني، من حلاوتها تتاكل نيه. ما في حاجات كده حلوه تتاكل نيه. حلو قوي. في درجه حراره 180. يلا نستودعها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بتتكلم مكسيكي ولا مصري من الفرن؟ طبعا بخفه دم مصري. تعالوا مع بعض نعمل الرز البسمتي بخلطه التاكو سريعا كده. طاسه على النار، الطاسه دي بنحط فيها شويه زيت زيتون مخلوطين بمكعب من الزبده. حلو. طبعا الرز ده سريع وسهل كده،
ما هوش كبسه بقى ولا رز بالمكسرات والحاجات اللي احنا متعودين عليها. وادي مكعب الزبده، معلقه خشبيه، حلو قوي اهو. فاكرين ولا ناسيين الخلطه المكسيكي؟ كانت بتضرب في الكبه من شويه. مع التوابل المكسيكي اللي هو التاكو، هناخد منها شويه كده. فين المعلقه الصغيره؟ يا ويلي لو كانوا خدوها. بابريكا، كمون، معلقه سكر بودر، زعتر. لازم يكون الطعم هنا مميز. بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، كل دول مع بعض يا شيف، كل دول مع بعض نقلبهم نخليهم على جنب كده. التومة الحلوة، انا احب التوم مع الرز، ونقلب كده. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ناخد الرز بتاعنا بقى. حلو حلو اللمة دي. رز بسمتي اتغسل مرة اتنين تلاتة، وبعد ما يتغسل يتصفى من المية، وناخده بالشكل ده كده ونقلبه شوية ونهدى عليه شوية بقى تقليب يعني. حبات الرز تشرب من الايه؟ من الحلاوة والدلع بتاع التوابل والتاكو المكسيكي المخلوط بالفلفل الملون الأصفر والأحمر. هنقول لك طريقة العمل البولتي دلوقتي، بسيطة وسهلة صحية 100%. والبولتي بتاع خير مزارعنا ده غير الدنيس، غير البوري، غير السمك اللي فيه دسامة عالية جدا. الدسامة والدهون موجودة دايما ما بين جلدة السمكة ولحم السمكة اللي في ظهر السمكة. سمك البولتي بتاعنا بريء. مزارعنا اللطيفة الحلوة اللي عناية بيها والاهتمام من قبل الدولة بصراحة بنصدره للدنيا كلها. هعمله لك دلوقتي بطريقة صحية ازاي. البولتي تتشال معدته ويتنضف كويس، تاخده خضار، كزبرة على بقدونس على فلفل على أي خضرة أنت حباها. حط الخضرة اللي أنت حباها كده وفي ذهنك وقطعيها كلها وحطها في قلب بطن السمكة مكان المعدة بتاعتها ومكان الخياشيم، مع معلقة زيت زيتون صغيرة يا أمي، وتقطعها من فوق كده من عند السلسلة، وفص توم ناعم، ودخلها الفرن. ألف هنا وشفا. وعشان خاطرك هنعمله لك يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. بكرة الأربعاء، حلو الكلام، نعمله بكرة. زي الفل. تقلبة دي كده. الرز اهدى عليه شوية خالص. قلبناه مع التوابل. وعند مية بتغلي. خلي بالك التركية دي مهمة جدا بقى. ما ينفعش أكون شغال مع الرز بالشكل ده كده وتعبان على التوابل وقاعد بتكلم عنه كده وجنبي مية باردة. لا، لازم تكون مية مغلية. بقى حار ينزل على حار، سخن ينزل على سخن. زيت الزيتون مع الزبدة مع التوابل. اللون ده هتقولي لي جاي منين؟ انت مش متابعاني من الاول، جاي متأخرة. انا ذنبي ايه؟ اشرح تاني. فلفل الوان احمر واصفر ضربتهم في الكبة مع توم وبصل ناعم مع شوية زيت زيتون، قلبتهم مع بعض وتوابل التاكو، توابل المكسيكي، البهار المكسيكي عبارة عن توم بودر، بصل بودر، شوية سكر بودر، كله بودر مع بعض، مع كمون مطحون ناعم، شوية زعتر، بابريكا، كل دول في قلب الخلاط، وخلطناها وبنستخدمهم دلوقتي مع الرز. اللهم صل على النبي. ايه الدنيا هنا بقى؟ ليه حاطين لي المصفى ولا هسوي مكرونه؟ اتعودنا. هو ده، نشيلها من هنا. ناخد بعضينا بقى، يلا الصوره الحلوه. اوبا، اللهم صل على النبي. انا هعتمد احط ميه لغايه لما تقول لي بس يا فاروق، انت حر بقى. لو خليتني احط ميه، الميه تيجي لغايه عندك وانت قاعد في الكنترول. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوص؟ كفايه. هو ده. الرز البسمتي مع التوابل، كل ده. اوعى توطي النار خالص، يبقى تغلي كده مع بعضيها كانك بتعملي مبكبكه. لان الرز البسمتي ده بياخد وقت كبير في السوى شويه غير الرز المصري بتاعنا. الرز المصري غلوه والتانيه نهدي عليه النار ويطلع على الرز لما يستوي، والرز ما يعجنش مننا، لازم النار تبقى هاديه عليه والجو ده كله والشياطه. لا، حلو الرز البسمتي غير كده. كانك بتسوي مكرونه. يسيبه كده على النار بس لازم تغطيه. يلا نغطي الرز. هو ده. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للكفته المكسيكي نبص عليها بصه كده
قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا ونرجع للسلطة من قلب العاصمة المكسيكية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق سلطة من المطبخ المكسيكي. ودايما لما بتيجي سيرة السلطة على لساني بقول هي بمثابة لوحة فنية، فرصة ليكي يا أم يا خالتي يا عمتي يا زوجة إنك تبيني الحب لمطبخك، يا زوجة تبيني اهتمامك بالمطبخ لجوزك وأسرتك، من التكوينة من التقطيعة من ترتيبها من غرفها، حاجات كتير أوي تفاصيل كتير أوي. تعالوا في المطبخ المكسيكي معانا فاصوليا حمراء، ذرة صفراء، طماطم متقطعة مكعبات كريات، كزبره خضراء، رقائق من الكورن فليكس، بصل احمر بتاعنا اللطيف الحلو، وتومه ناعمه. تعالوا نشوف هنقدم ازاي طبق سلطه لطيف حلو هنسميه لوحه فنيه مغازيه. المقادير على الشاشه، طبق معانا زي الفل اهو، مركب وسكينه حاميه، ومعانا خس كابوتش. نعم حاضر، عايز تبص على الكفته بص عليها كده وما تاخدش واحدة منهم، أنا عديتهم. تلات ست تسعة اتناشر اربعتاشر. حلو، تمام. آدي الخس المتقطع جوليان. خس الكابوتشا ده أنا بحبه لشكله. بحب نعمل إيه تاني معلش؟ الرز. عايز تعوم. تعال ده الرز، ده الرز مختلف ده، شوف. لا 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 لا، ايه الحلاوه دي؟ دلعه بقى، دلعه، روح وتعال عليا مع الرز. خس الكابوتشا. بسماه، ايه ده؟ ايه ده؟ بيكاسو ولا بيكاسيو؟ خس الكابوتشا يتقطع كده حلو قوي، تمام. معانا الفاصوليا الحمراء، معانا الطماطم، معانا الكزبره خضراء. ناخد الكزبره الحلوه دي كده، نشيل العروق منها. اوعى تفرم الكزبره في السلطه بالعروق، او تفرم البقدونس في السلطه التبوله بالعروق. فرم كده ولا الشبت. نفرم الكزبره ناعم، شويه رز مكسيكي انا ايديا رايحه عليهم دلوقتي بشويه كزبره خضراء، اضربهم في قلب الرز. حطيت شبت وبقدونس قلب على محشي مصري، هي كزبره خضراء وبس. هم دول زي ما هم كده. يلا هنا هنا العب، هو ده. حلو. تقليبه عشان الرز كده جاهز. مختلف طبعا. عايز تشوف الدنيا؟ هو ده. الف انا وشفا. ايه ده؟ ده عود روزماري انا حاطه فليفر وطعم، ملوش عوزه بعد كده خلاص هنشيله. طبعا يعني هي القصه كلها ان في الشيف المغازي دايما بيتقال لي والله العظيم شيف مغازي ازيك؟ اقول لها نعم، للامهات طبعا اللي بيقابلوني والمعجبين. احنا بنحس انك انت قاعد معانا في البيت وانت شغال على القناه الاولى، ده احساس كويس وانا مبسوط وفخور بالكلام ده، لان انا منكم، انا من الطينه الطيبه الحلوه مصر. يعني اي نعم سافرت ورحت وجيت، ولكن رجعت واخرت كل اشتري، كل ما اشتري قميص حلو اقول لما انزل مصر البسه، اشتري جلابيه حلوه لما انزل مصر البسها، اشتري قلم حلو لما انزل مصر اكتب بيه، وهكذا. شفتوا ده الكزبره الخضر ده انا عايزها، لسه ما خلصتش. نعم. ها؟ استنى تقول ايه يا استاذ رحاب؟ كفته لسه ما خلصتش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزماني على قهوه النهارده بقى عشان جاي متاخر. لا انا عايزك تجيب الصوره الحلوه دي كده، بص بص بص، شوف الكفته بتلعب في قلب الطاسه ازاي؟ جيبها لي هنا. ايه ده؟ لسه ما خلصتهاش انا زي ما هي كده. لسه هتخش الفرن تاني اهي، لان بعمل لها صلصه حلوه دلوقتي. حلو قوي. نعمل السلطه نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم.
ناخد الطماطم الحلوه المتقطعه ديت، شلنا قلبها، بننزل بالكزبره الخضراء عليها. حلو مكانها كده، فص توم ني. هي الطماطم دي الحكايه، خلوا بالكم التوابل بتاعتنا، فلفل اسود على الطماطم، توم ناعم، بصل ناعم بودر، رشه زعتر، شويه بابريكا على الطماطم، شويه كمون، بعشق الطماطم مع الكمون، طماطم مفيده جدا زي ما قلت لحضراتكم من كام يوم، سكر بودر عشان مشاكل الحموضه. كل دول يا شيف، كل دول نقلبهم مع بعض سريعا تركايه، اللهم صل على النبي، ونقلبهم. لا الطماطم هنا حكايه هنا، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. مستعجل على حاجه؟ زيت زيتون، شويه الملح في طريقي وانا ماشي، زيت زيتون تدي لمعه تدي طعم، كل ده مع بعض، عصره ليمون، تقليبه حلوه، الحاجات دي كلها مع بعضيها. انا قلت في البدايه خالص السلطه لوحه فنيه تقدري ترسميها، ينزل على الخس اللي انا مقطعه كابوتشا، والسلطه دي تتغرف قبل ما نقعد على السفره بدقائق معدوده. دوره صفره مش هحط لها حاجه، زي ما هي كده الدوره دي، واحد بياكلها بثلاث اربع كوبايات، زي ما انا شغال، فاصوليا حمراء زي ما هي كده، ونرجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك، الطماطم عليها، هي السر في الطماطمايه الحلوه المصريه القوطه اسكندريه، اخواننا في اسكندريه قوطه اهي، هي السر، هي اللي بتعلي الطعم المكسيكي القوطه. الدوره الصفراء، عنوان المطبخ المكسيكي هو الذره الصفراء والفاصوليا الحمراء. شفت الجو ده كده؟ ذره صفراء، لوحه فنيه، شويه الطماطم دول زي الفل، تمام. خلص الطبق كده، نشيل ونشوف اللي بعده. الرز بتاعنا نغرفه كده بعد ما نروق الدنيا دي كده، عشان ما حدش يزعل مننا كده. الرز في الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، تعالى يا حلو، ولكن النظافه يا مغازي. انت واقفه في مطبخك رايقه زي الفل، نظافه من وقت للتاني، مش تخسري حاجه، هتقفي رايقه وفايقه وكل حاجه حلوه معاكي. نغرف الرز بتاعنا ده سريعا كده، الطبيعي الرز البسمتي غير المصري، الرز البسمتي لو ما غطيتيش يعني الحله مفيش مشكله، زي المكرونه كده، شفت الرز؟ حبيت الرز؟ يلا حبايبي، رز بخلطة التاكو، بيتكلم مكسيكي ولكن بخفة دم مصرية. لسه التركاية، رقائق الدورة لهاش على الرز، على الرز. هو ده التقليبة دي. يلا لازم القرشة اللي تحت السنان. نغرف الطبق ده كده، اللهم صل على النبي. شويه رز، لا تقولي لي بقى المكسيك ولا البرازيل، شويه الكزبره الخضراء اللي حطيته مع الرز هنا قلبوا كيانه، خاصه الكزبره المصريه. برضو الكزبره المصريه بتاعتنا غير الكزبره اللي موجوده بره، اللي بره ملهاش لا طعم، هي شكل بس كده، تحس الورقه من الاطراف زي الكزبره العاديه، العنوان واحد ولكن الطعم مختلف. الطبق ده خلص كده، لسه الكفته ليا موقف معاها، خلي بالكم عشان كده سايبها للاخر. احنا معانا وقت قد ايه يا شباب؟ الله بنت حلال. شويه الرز بيتكلموا في الطبق، بيقول لك هم هم هم، اكلك منين يا بطه؟ العب. نيجي للكفته بتاعتنا، نطلعها بقى عشان هي جاهزه كده. اللهم صل على النبي، دي هنا كده، والطبق الحلو ده كده هنا،
بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب الكفته بتاعتنا عشان لنا شغل تاني معاه. خبرة الطهوية هنا بتلعب دور مهم جدا. ناخدها زي ما هي كده يا شيف، زي ما هي اهي، زي ما هي، زي ما قال الكتاب اهي اهي. دي تصورني معاها يا فاروق بالله عليك اهي. هنشيلها. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه زي ما هي اه. كفته الدجاج بالطعم المكسيكي ولكن بايادي مصريه وخفه دم مصريه من شيف مصري شاطر بيحبكم. انا عايز البهريز اللي في قلب الحله ده، هو ده حد يجي جنبها. بس اولا هي سخنه مستحيل حد يلمسها عشان نبقى بس كده فاهمين. الاطفال الصغيره اللي تخش المطبخ ممنوع تقرب منها. اه هعمل تركيه جامده دلوقتي بتقول المطبخ رؤيه وفن وابداع. العب لسه. اه ناخد دي كده هنا، واخد دي هنا كده. الله عليك يا شيف. وناخد بعضينا، ومعايا طاسه هنا زي الفل ايت. باخد الطاسه دي كده يا عم الشيف بالراحه خالص كده، وانزل بالصلصه دي هنا كده اهي. الله خلي بالك سخنه. البهريس كله عايز انا. هي دي التركيه. معلش البوتاجاز بقى سامحوني. اخد كده لسه ما خلصتش. بصلايه ناعمه عليها كده تتقلب كويس كده. اخواننا بيحبوا الكزبره الخضراء زي ما قلت لحضراتكم. في المكسيك عاشق للطماطم، الطماطم الشيري بالذات والطماطم المعصوره المضروبه اهي. شفت الخلطه دي بقى تاني؟ عملت ايه يا شيف؟ البهريز والذهب اللي نزل من الكفته نزلت بيه في قلب الطاسه، ما استخدمتش اي ماده دهنيه، نزلت بكزبره خضراء بصلايه ناعمه، نزلت بعصير طماطم مضروب بالشكل ده كده. وناخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي اه. عليها عصره ليمون حلوه. خلص الكلام زي ما هي كده اه. على فين؟ على فين؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. هو ده هو ده اه. ما اقولكش جرب، مش بقول لك اسال مجرب. ناكل الخلطه ونسيب الكفته زي ما قال المخرج ده. حلو قوي. عملت ايه النهارده يا شيف؟ انجازك كان ايه النهارده؟ انتاجك كان ايه النهارده؟ زي المهندس في موقعه، الدكتور في عيادته، المحامي في مكتبه، والقاضي في منصته. بننتج، بنشتغل، بنفرح بانتاجنا، ده الطبيعي. بس من بدايه ما كل واحد بيشتغل، لما بعمل اكله حلوه بفتخر بيها ان انا بقدمها لكل حبايبي. عملنا السلطه لوحه فنيه، عملنا رز بخلطه التاكو اللطيف الجميل مختلف غير الرز اللي بنعمله كل يوم، عملنا الكفته الجميله اللي بتتكلم مصري ولكن بطعم مكسيكي. يعني احنا النهارده في المكسيك بنحييكم. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه حتى من كل دول العالم. منين يا شيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.
We'll be right back.